السلام عليكم حبيباتي، في قناتكم قناة بسمتي للتفصيل والخياطة. جبت لكم فكرة، وفكرة نحتاجوها كاع الخياطات يحتاجوها. المهم انا عجبتني بزاف، وان شاء الله حتى نتوما تعجبكم. عجبتني هذه الفكرة، بغيت نشارك معكم هذا الفيديو وان شاء الله تستافدوا منه. المهم في راهم ينباعوا عند اللي يبيعوا آلات الخياطة، ماكينات الخياطة. شحال شريته 100,000. واش هو كوفر ميكوات؟ كوفر ميكوات نحتاجوه بزاف باش نحدو القماش. كاين القماش اللي نجيو نحدوه نحطو عليه الحداد ينحرق لنا، لكن هذه تساعدكم بالبزاف. ما تديروا لا قماش لا اي حاجه، تحطوا الميكوات عليها عادي. لو كان حتى تخليوها على القماش ما تخافوش عليه، القماش ما ينحرق لكمش. المهم هنا نعطيكم الطريقه كيش تركبوها. من رحت عند مول المحل لقيتها وشريتها، حتى مول المحل ما عرفش يركبها. شكون اللي ركبها لي كيما نقولوا طيور، كانت تما جبرتها عند اللي يبيع آلات ماكينه الخياطه، لقيتها تما عنده. هو قالنا كيش تركبوها، قال لي تخدم غايه، قال لي ما تخاف، قال لي تحدد لك مام، قال لي تحتاجيها بالبزاف، قال لي ما تخافيش منها، قال لي لو كان حتى تخلي الحال الميكوات نتاعك او الحداد تخلي على القماش، قال لي ما ينحرق لكش، قال لي نخدم بها بزاف. شحال شريتها؟ شريتها 100,000. تلقاوها قلت لكم عند اللي يبيع ماكينات الخياطه، كاين الكبيره وكاين الصغيره، عندنا الحداد الكبير وعندنا الحداد الصغير. شريت انا الصغيره دير 100,000، والكبيره دير 160,000. ها هي هنا كيش تركبوها، تركبوها بهذه الطريقه. عندها رسولات باش تركب. نتوما كي تركبوها مره ماركوش غادي تبقاو تقلعوا وتوليو تركبوا، تركبوها وتخليوها تحدوا عليها، ما ديروا لا قماش لا والو، اي قماش النوعيه نتاع قماش تحطوها تحدوا بها بهذه الطريقه بهذا الكوفر ما تنحرق لكمش. لو كان حتى يكون لا موسلين او القطيفه او اي قماش ما ينحرقش. الساته تركبوها بهذه الطريقه باش تجيكم سهله، تقلبوا الحداد وتوليو تركبوها. تجي شويه صعيبه في الجهه نتاع الخلف، الجهه نتاع الامام سهله، الجهه نتاع الامام في الساتر تركب، الجهه نتاع الخلف شويه تجي صعيبه، لكن تركبوها باش كيما نقولوا ها هي تجبدوا الرسول مليح وتركبوها. عندها فين الرسولات، وعندها في الرسول، عندها الكروشي فين ينقبض. ها هي ركبتها بهذه الطريقه، تركبوه باسهل طريقه وتخليوه. هنا نوريكم باش تحدو، نوريكم على لاموسلين، على الساتة عفوا، ها هي على الساتة. ديروا درت لكم في الاول على الساتة، تحطوا قلت لكم عليه الحداد عادي ما تخافوا لا ينحرق لا والو. عاود لاموسلين، ها هو لاموسلين، عاودي حده. المليفه، ها هي المليفه، عاود تحده، لكن تحدو هنا مانيش نحدد هنا، غير راني نوريكم كي تحدو طولوا في الحداد. هاد القرفطه نتاع المليفه راني درت لكم الطريقه تاعها عندي في القناه، نحط لكم الرابط نتاعها في صندوق الوصف. ها هي تحدو حتى القطيفه، شوف ما قلت لكم ما عندكم حتى مشكل مع الحداد كي ديروا له الكوفر. والقماش يحده ساهل. هنا هي كملت، ان شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو، ومع السلامه، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.